شكرا لك يا ريهام، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. وهذه رؤية تحليلية مفصلة لأهم وأبرز ما جاء من كلمات على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مجلس الأمن الدولية، وأيضا كلماته في البيان والخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطرق للكثير والعديد من القضايا والأزمات والمشكلات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير والعديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. للمزيد من التفاصيل والتحليل والمتابعة عن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس الأمن الدولي والخطاب الهام الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معنا الأستاذ الدكتور محمد حسام الدين عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا. طبعا يعني البيان أو الخطاب الرابع الذي يلقيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تقلد منصبه، كيف تابعت بيان وخطاب السيد الرئيس، وأيضا كيف تابعت اليوم ومنذ لحظات كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس الأمن؟ هو الحقيقة يعني أنا تابعت الخطاب بأهمية خاصة بالأمس. الحقيقة أنا يعني أحني قامتي وقبعتي للرئيس السيسي ليس مجاملة، ولكنه حقيقة بالأمس أكد أن مصر هي دولة إقليمية محورية عظمى في الشرق الأوسط، ومش بس كده، إنه الحقيقة وضع خمس يعني نقاط أساسية ومحورية. أنا تابعت أكتر من رئيس دولة بيتكلم في الجمعية العامة، أعتقد إن هو من ثلاث رؤساء أنا على أهمية قصوى بجانب طبعا الرئيس الأمريكي وتهديده كوريا الشمالية. صحيح. إنما حقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض مشكلات عالمية وأيضا عرض الحلول التي يجب أن تقوم بها الدول أو المجتمع الدولي لحل هذه الأزمات. يعني نقدر نتكلم في كذا نقطة. هي حقيقة في الكثير والعديد من الملفات اللي تطرق لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفكرة مكافحة ومناهضة ومحاربة الإرهاب، وإلى أي مدى من المهم جدا أن تكون هناك استراتيجية وتكاتف وتلاحم دولي كبير جدا لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت يعني تهدد العالم بأجمعه. شوفي، هو طبعا هي دي نقطة من النقاط اللي اتكلم فيها الرئيس بالنسبة لمكافحة الإرهاب، وهو يعني مش بس مكافحة الإرهاب، هو طبعا بيعني الدول اللي بتساعد وبتمول الإرهاب، وكان يقصد بذلك طبعا تحديدا دولة قطر، وإن لابد إن هو يجفف هذه المنابع، وإنه لابد أن يكون هناك استراتيجية. وعلى فكرة الكلام ده مش وليدة لحظة، الكلام ده من التسعينات وإحنا شغالين عليه يا جماعة في مشكلة عندنا في الإرهاب ومكافحته. ولكن للأسف الشديد من كانوا يعني يغضوا النظر النهاردة هم بيتكووا بنار الإرهاب في بلادهم. صحيح. في أوروبا حقيقة. صحيح. يعني فأنا أعتقد إن دعوته مرة أخرى لإحياء هذا الموضوع وتأكيده أن مصر ستظل أو ستستمر في محاربة الإرهاب خاصة على المستوى المحلي لمكافحة الإرهاب ما يحدث في سيناء، وعلى المستوى الإقليمي، وأيضا على المستوى الدولي فيما يتعلق بمحاربة التطرف. وهذا ما ذكره بالأمس مرة أخرى هو وقال تحديدا أن إحنا مصر قامت بواجبها بأنها بتحدث الخطاب الديني
صحيح. اللي تعبر عن سماحة الدين الإسلامي وليس ما يحدث الآن على الساحة الدولية. وحقيقة ده تأكيد أن مواجهة ومكافحة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية وأيضا على المستوى الفكري. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استنكر وبشدة فكرة إشراق الدول الممولة والداعمة والمساندة للإرهاب، اعتبرها في بعض الأحيان من قبل البعض بأنها يعني شريك أو طرف في كيفية يعني مواجهة ومكافحة الإرهاب. هذا التناقض في التعامل من قبل المجتمع الدولي مع الدول الممولة والمساندة والداعمة للإرهاب، كيف يعني يعترفون بأنها تسمح بوجود ملاذ آمن لاستضافة الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة وفي المقابل تدعوها كطرف لمواجهة الإرهاب؟ هو طبعا كان بيقصد تحديدا أمريكا، أما حاولت أن هي وزير الخارجية الأمريكي مع القطري أن هم يعملوا نوع من الاتفاقية لمكافحة الإرهاب. طبعا ده كان فشل ذريع جدا، يعني بنسميها بالانجلش تشيب شوت، يعني عيب، يعني احنا كبار على كده، يعني انت عارف ان هم الناس دي بتمول وهناك ادله دامغه تم تسليمها للدول الثلاثه والامريكا نفسها بما لا يدع مجال للشك ان قطر هي متورطه في هذه الاعمال. فما ينفعش ان انت تيجي عشان تهدي الامور او ليك اجنده خاصه ان انت تيجي تقول لي ايه ان قطر هتحارب الارهاب. لا، يعني الكيل بمكرين ولا والمصالح هي الحاكمه. لا بس هو بصراحه يعني هو يعني انا اعجبت بهذا الرد الصارم وانا عاوز اقول رد صاروخي، يعني احنا مش لعب العيال ده مش هنقبله، يعني مهما كنت انت مين يعني. وده حقيقة لان احنا بنتكلم عن امن قومي والعبث اللي بيحصل من زمان في هذا الموضوع لا انتهى ومش هيحصل تاني. طيب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحقيقة كانت من القضايا والملفات الحاضرة على اجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته وفي بيانه وفي خطابه الهام امام الجمعية العامة للامم المتحدة، كيف تابعت يعني تطرقه للقضية الفلسطينية والنداء الذي وجهه للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي بأن عليهم اغتنام الفرصة الحالية من أجل حقن الدماء في الشعبين، والمطالبة أيضا في دخول مفاوضات سلام تعتمد على أساس حل الدولتين على حدود عام 67؟ طبعا الكلام ده كان نتاج لمباحثات ونتاج مجهود مصري مخابراتي تحت إشراف رئاسة الجمهورية من فترة طويلة، مش مواليد لحظة. وكانت هناك اجتماعات، وكانت اجتماعات جمعت دول جوار زي الملك عبد الله وناتنياهو في والرئيس عباس، وكان بمباركة أوروبية وأمريكية على فكرة هذا الموضوع، أن أثبتت مصر مرة أخرى أن هي محور ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن إحنا يعني نروح لدول تانية ويقول لك أن هي مصر خلاص فقدت ريادتها أو مصر. لا، مصر هي أصل الموضوع، ومصر هي لا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون أن تكون مصر، لأن مصر أثبتت للجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني أنه صحيح. وسيط نزيه وفعلا يريد السلام ولا يتلاعب بمصالح الشعوب. سنستكمل هذه الجزئية، ولكن الآن ننتقل ونعود من جديد لجلسة مجلس الأمن حول حفظ السلام، وهذه كلمات نائب الرئيس الأمريكي، نتابع. نراقب المجانين الذين يودون السيطرة على العالم، بل علينا أن نجمع أمما تستند إلى العدالة والسلام وأن نوحد صفها. ومن هنا أنشأنا هذه الهيئة العظيمة، منظمة الأمم المتحدة. هذه كانت رسالة الأمم المتحدة في القرن العشرين، وهذه رسالتها في القرن الحادي والعشرين. الحفاظ على السلام لا يستند فقط إلى حفظ السلام، بل يستدعي منا بذل الجهود، جهود كل دولة حاضرة هنا اليوم. وكما قال فخامة الرئيس ترامب البارحة، نحن نواجه مرة أخرى كما قال أولئك الذين يهددوننا بالفوضى والاضطراب والإرهاب ويسعون إلى تقويض الازدهار والأمن، وهي ركائز السلام. في أوروبا الشرقية لا تزال روسيا تهدد سيادة جيرانها بينما تسعى لإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة،
بينما يستمر الإرهاب الإسلامي المتطرف بتهديد أممنا من خلال هجمات وحشية في برشلونة وباريس ولندن. وفي الشرق الأوسط تواصل دولة راعية الإرهاب بتهديد روح اتفاق مع إيران وتهدد المنطقة وبالتالي أمن الدول السائدة، وكما شهد العالم خلال الأيام الماضية. لا زال هنالك نظام في كوريا الشمالية يسعى بلا هوادة إلى تطوير ترسانته النووية والباليستية، وغدا يهدد العالم أجمع. الولايات المتحدة ممتنة لهذا المجلس الذي اعتمد بالإجماع قرارين يفرضان جزاءات صارمة على نظام كوريا الشمالية، ولكن لنكن واضحين، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض كامل ضغطها على النظام في بيونغ يانغ، وسنواصل فرض الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، وسنطلب من باقي البلدان أن تدفع كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجيها النووي والباليستي. وكما قال فخامة الرئيس البارحة، تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بصبر وقوة هائلتين، وكل الخيارات متاحة أمامنا. وإذا ما أجبرنا على الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا، سنقوم بذلك من خلال قوة عسكرية فعالة ولا حدود لها. ندعو الأمم المتحدة وهذا المجلس إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على السلام، إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية. نهاية، من أجل الحفاظ على السلام، على هذه الهيئة أن تتمتع بالمصداقية المطلوبة لكي توطد السلام عبر الدفاع عن قضية حقوق الإنسان. فليس من محض الصدفة أن أخطر النظم أو الأنظمة حول العالم هي من أكثر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، إيران، كوريا الشمالية وغيرها من الدول التي تقوم فيها الأنظمة بقمع مواطنيها وبتقويض الأمن والسيادة، سيادة البلدان الأخرى. يلزم الميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وهذا هو أساس الذي استندنا إليه عند تشكيل مجلس حقوق الإنسان. ولكن لا يستحق مجلس حقوق الإنسان هذا الاسم، فنحن نرى اليوم أمما تهدد هذه المبادئ التي قامت عليها هذه المنظمة. فمجلس حقوق الإنسان اليوم يرحب بالكثير من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم، وغالبية العظمى من الأعضاء من أعضاء مجلس حقوق الإنسان تفشل في احترام حقوق الإنسان. فبين هذه الأعضاء كوبا، نظام قمع شعبه وقمع المعارضة لما يزيد عن نصف قرن، فنزويلا كذلك عضو في مجلس حقوق الإنسان، دكتاتورية تقوض الديمقراطية وتسجن المعارضين السياسيين وتعتمد سياسات تزيد من الفقر والمشقة وتودي بحياة الأبرياء نساء ورجالا وأطفال. على هذه الهيئة أن تضمن إصلاح عضوية مجلس حقوق الإنسان وعمله. وفخامة الرئيس جون اف كينيدي قال منذ 50 عاما إن على الأمم المتحدة ألا تفقد فعاليتها، ولكن للأسف اليوم هذا هو حال مجلس حقوق الإنسان، فقد تحول إلى محفل لمعاداة السامية ومعاداة إسرائيل. والبند السابع من بنود المجلس يركز على إسرائيل حصرا في كل اجتماع دون غيرها من الدول. والمجلس اعتمد ما يزيد عن 70 قرارا يندد بإسرائيل، بينما تغاضى إلى حد كبير بتلك الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم. وكما قال فخامة الرئيس ترامب البارحة، هذا هو مصدر حرج لهذه المنظمة، ويتعارض تماما مع الممارسات المطلوبة. ندعو بالتالي لكي يتوقف مجلس حقوق الإنسان عن انحيازه ضد إسرائيل.
كما قال فخامة الرئيس ترامب تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بقضية حقوق الإنسان، لأننا نلتزم بالحفاظ على السلام. فالحفاظ على السلام لا يقتصر فقط على حفظ السلام، بل يستدعي منا تدابير وإصلاحات، ويستدعي منا نهاية إرادة لوقف الهجمات بحق الأبرياء حول العالم. ففي جنوب شرق آسيا نرى اعتداءات على حقوق الإنسان وعلى مدنيين أبرياء، اعتداءات تهدد أمن وسلامة المنطقة بكاملها. خلال الأسابيع الماضية شهدنا مأساة حقيقية في بورما بحق الروهينجا، حيث قامت القوات الأمنية بالرد على هجمات على مواقعها بوحشية مطلقة، قامت بإحراق القرى وشردت الروهينجا، والصور التي وصلتنا قد مثلت صدمة لشعب الولايات المتحدة الأمريكية ولكل الشعوب المتحضرة حول العالم. والآن نرى نزوحا لما يزيد عن 400 ألف من الروهينجا، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأطفال الذين أجبروا على الهرب من بورما إلى بنغلاديش، والكثير منهم يهربون اليوم. كان هذا جزء من كلمة نائب الرئيس الأمريكي في قمة مجلس الأمن لحفظ السلام، والذي تحدث فيها عن أهمية مواجهة الإرهاب، وأيضا في المقابل قام بتوجيه عدة اتهامات لكوريا الشمالية بسبب البرنامج النووي والصاروخية، هذا بالإضافة إلى حديثه عن ملف حقوق الإنسان، ووجه أيضا اتهامات كثيرة وعديدة لإيران ولغيرها من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. متابعتنا الإخبارية متواصلة مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار، وأجدد التحية بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد حسام الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور محمد، لك التحية من جديد. حقيقة كنا نتحدث يعني قبل أن ننتقل لعرض كلمة نائب الرئيس الأمريكي عن القضية الفلسطينية وعن النداء الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وكما ذكرت بأن يعني هذا الحديث كان يسبقه تحضيرات عن ملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس في القاهرة، ويعني نسي مصر ربما بعض التجاوزات أو التصرفات غير المسؤولة من قبل حماس من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في المقام الأول. يعني طبعا احنا يعني الوقت الاتهامات بخصوص حماس وسواء دعمها او سواء عدم سيطرتها على الحدود، ده موضوع يعني مش هندخل فيه تفصيلا، انما المحصله ان المفاوض المصري او الوسيط المصري استطاع ان هو، واتمنى ان تكون اخر مره، احنا عملنا وساطات كتير جدا وحصلت مصالحه، ولكن ما اعرفش يعني انا متفائل، يمكن تفاؤل بحذر، ان تحريك عمليه السلام دي بتبقى على اولويات، لان اوباما فشل ودونالد ترامب كانت طبعا سياسته مبهمه، انما واضح ان الرئيس السيسي او الحكومه في او النظام في مصر عزم على ان القضيه الفلسطينيه دي من اولوياته وتحقيق السلام في الشرق الاوسط. ولذلك كان في بعض الناس ما عجبهاش الكلام ده، ان مصر بتاخذ زمام المبادره، ولكن مصر باعتراف الجانبين سواء الفلسطيني او الاسرائيلي، ان مصر يعني لا الجانب الاسرائيلي ولا الجانب الفلسطيني لا يثق الا في مصر. حاولوا مع تركيا، حاولوا مع السعوديه، حاولوا مع ايران، حاولوا مع ناس كتير جدا، ولكن رجعوا تاني. تبقى مصر هي الاساس، هي مصر وهي هي الأساس. اصل حل يعني عجبهم بقى مش عجبهم، لا احنا الناس الكبيره في المكان ده والموضوع منتهي الحقيقه. ولذلك انا بقول احنا دوله اقليميه عظمى، وكلام الرئيس في الامم المتحده عبر عن هذا الكلام، وانه اي دوله سواء اوروبيه امريكيه لابد ان هي قبل ما تحاول انها تدخل في هذه المنطقه لازم تيجي لمصر، وهذا الأول. يؤكد ان الزعامه والرياده والقياده لا تشترى بالامن. لا 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 طبعا لا لا، كلنا عارفين يعني. فانا في اعتقادي الخاص ان هو، لان اول حاجه هيتكلم فيها يعني نتنياهو قبل كده اتكلموا في الموضوع ده، بيقولوا ايه؟ بيقولوا انا النهارده لما اجي اعمل سلام مع فتح وحماس
يعني مش معايا، وطب وما يحصل ضربي تاني فكان دي حجه الاسرائيليين. فاحنا دلوقتي بنقول ايه يا جماعه؟ وحده اتفاق وطني يا جماعه، فنتمنى خير ان شاء الله. اعتقد ان زي ما قلت ان الوسيط المصري وسيط نزيه، ولذلك الكل بيعول عليه في ظل غياب رؤية أمريكية وأوروبية في هذا الموضوع، فأصبحت المبادرة المصرية هي المبادرة الجميع بيتبناها واللي بيدفعها للأمام. ولذلك الرئيس السيسي وضعهم كلهم في موقف مش محرج، أقول إن كل واحد يكون على قدر المسؤولية، بقى ان احنا لابد ان احنا ننتهز هذه الفرصة لمخاطبة الشعوب وليست وعدم التلاعب بمصير القضية الفلسطينية. ننوه بان جلسات مجلس الامن لحفظ السلام والكلمات داخل اروقة الجمعية العامة للامم المتحدة ما زالت كما نرى الان مستمرة حتى هذه اللحظات. دكتور محمد، يمكن السيد الرئيس تحدث عن الازمة الليبية وتحدث بنبرة يعني شديدة الحزم والشدة والحسم في أن مصر لم ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتفكيك أو تفكيك أو تقسيم ليبيا. كيف ترى هذه اللهجة القوية من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعامل المصري بشكل عام مع الملف الليبي؟ الحقيقة التعامل المصري مع الملف الليبي كان تعامل في غاية الذكاء وعلى مستوى المسؤولية، مش بس مجرد استراتيجيات وبنلعب يعني جيوبوليتيكال مع أوروبا وأمريكا وأن كل واحد ليه مصالح. لا، احنا الموضوع مش موضوع مصلحة، احنا بنتكلم فعليا يا إخواننا في أن هذا الموضوع موضوع أمن قومي مصري. يعني الموضوع مش موضوع مصالح فقط لا غير، احنا مش موضوع مصالح دلوقتي، احنا بنتكلم في ان هذا يعتبر امتداد وامن قومي مصري. نمرة واحد. اثنين، ان مصر لن تسمح بسقوط دولة عربية اخرى. كفاية بقى الهبل والهرج والمرج اللي حصل في السنوات السابقة دي. صحيح. انتهينا من هذا الموضوع. كون ان هو بيطلع بيقول في مجلس يعني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بيقول صراحة مش هنسمح، يعني بصراحة بيقول كده يا يعني اللي عنده حاجة بقى يرجع لورا تاني بقى، خلاص كفاية. احنا سبناكوا في الأول أوروبا وأمريكا وتم العبث بليبيا وبوظتوا الدنيا، وبعدين دلوقتي بقى ايه شغل بقى اللي هو بتاع زمان بقى يحاول ان هو يفكك. لا لا لا، انتهى الموضوع. وانا اعتقد ان خاصة الزيارة الاخيرة موضوع ان هم اتفقوا على ان اللي سيعيد تنظيم الجيش الليبي هو الجيش المصري. ده له ابعاد تانية. صحيح. وفي ناس كتير مش هتحب هذا الموضوع على فكرة، يعني الاعداء بتوعنا هيزيدوا مش هيقلوا. انت حضرتك عشان تتصوري ان مصر ستعيد تنظيم الجيش الليبي، يعني معنى كده ان هو سوف جزء لا يتجزأ وامتداد الجيش مصر المصري، مصر هي المتحكمة في اوراق الازمة الليبية. فبالتالي انت النهاردة يعني هيجي لك اعداء مش هيسيبك يعني. فالله يكون في عوننا. انما انا عجبني ان هو لا انا ليا كلمة وابعد عني وما فيش حاجة هتحصل في المنطقة دي إلا أما لازم ترجع لي أنا الأول. صحيح. خاصة أن تبقى الإشكالية والأزمة أيضا في الملف الليبي فيما يتعلق بحظر تصدير السلاح للجيش الليبي. وأيضا هذا يحمل تناقض ما بين تسويق أن هناك رغبة أو نية أو إرادة في مساندة ليبيا في هذه الظروف التي تمر بها الآن، وفي المقابل يمنعون يعني عنها أي إمدادات من قبل يعني الإمدادات والمعدات العسكرية المختلفة لمساندة الجيش الليبي. هو عرفهم حفتر شوية، اللي هو حفتر عرفهم شوية هم، لأنه عارفين أن راجل وطني وراجل عايز يوحد الدنيا وعايز يبحث عن مصلحة الشعب. فهم من ناحية تانية بقى بيخشوا المجلس الوفاق التاني اللي احنا عارفينه. فلا، وضحت الأمور. وأعتقد أن حتى الناس اللي هي كانت بتعارض أصبحت في موقف إن هو لا، لازم نقعد على مائدة مفاوضات ونحل هذا الموضوع. وأعتقد إنهم توصلوا لهذا الحل، وأتمنى إن إحنا نشوف ليبيا تاني موحدة، ومصر دايما بتمد إيديها. وأعتقد إن دي كانت حاجة جميلة جدا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد إن مصر لن تسمح بسقوط ليبيا، واضحة وصريحة.
طيب ننتقل من الأزمة والملف الليبي للأزمة السورية، كيف ترى الرؤية المصرية في التعامل والتعاطي مع الأزمة السورية؟ للأسف هي يعني حزمة مشكلات وقضايا وملفات ساخنة في المنطقة العربية بشكل كبير، ولكن يبقى الموقف المصري ثابت، العقيدة المصرية والنهج والاستراتيجية المصرية ثابتة في الحفاظ على فكرة الدولة ومؤسسات الدولة وهوية الدولة وثقافة الدولة، ومحاولة يعني بتر أي محاولات من قبل البعض لطمس هوية هذه الدول العربية. بالنسبة للموقف أو بالنسبة لسوريا تحديدا، موقف مصر كان صريح من الأول، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة ما وصل للحكم في مصر أنه، وحتى تحت الحكم المكان تحت المجلس العسكري، كان معروف أن مصر ضد تقسيم سوريا، مصر ضد هدم الدولة، وأن زي ما قال هي معادلة صفرية، ما حدش فاز، خربتوا الدنيا، بوظتوا البلد، هجرتوا الناس، بقوا مشردين، بقوا لاجئين. دولة عظيمة زي سوريا ولها تاريخ لا يعقل أن يحدث ما يحدث فيها الآن. صحيح. وللأسف الشديد شارك في هذه المؤامرة أو في هذا الموضوع، سواء قصد أو غير قصد، بعض الدول العربية. صحيح. دون أن يكون هناك فعلا مسؤولية حقيقية لواجبات أنها محافظة على الدولة السورية. يعني بشار الأسد ما مشيش، بشار الأسد ما مشيش، قاعد ما مشي. طب وبعدين عاودين تكسروا الدولة، بقى عندي متطرفين وعندي إرهابيين وشردتوا الناس. طب العمل إيه؟ سوريا النهاردة عشان يعاد إعمارها بس على سبيل المثال، مش محتاج أقول كم طبعا. طب استفدنا إيه؟ لأن دي معادلات القضية أو الأزمة والإشكالية مش في وجود الأسد، من عدمه فكرة دعم الجيش العربي السوري اللي كان في يوم من الأيام حقيقة من أقوى الجيوش العربية في المنطقة. طبعا هو امتدادنا يعني. هو الجيش الأول بتاعنا يعني. هو الجيش الأول بتاعي أنا. صحيح. في 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 سوريا مش في مصر. احنا عندنا جيش تاني وتالت، مش كده؟ احنا الجيش الأول فين؟ في دمشق، في سوريا. ولذلك أنا أعتقد أن قد تكون هناك آذان صاغية، لأن هناك كثير من الملفات على المستوى العالمي والإقليمي، مما يجعل الدول الأوروبية وأمريكا على سبيل المثال أنها تعيد النظر وتعيد أوراق اللعبة أو مصالحها، أنها فعلا ترضخ إلى أن يكون هناك، أن تحافظ على النظام السوري، شرط بصرف النظر أن بشار قاعد أو مش قاعد، إنما لازم كيان الدولة لابد أن يكون قائم، وإلا يعني ستحدث كارثة ما حدثت اوريدي، يعني ما نعرفش ايه الابعاد بعد كده. طيب حقيقة يعني هو ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لفكرة الرفض المصري الكامل والقاطع والحاسم لفكرة التدخلات في شؤون الدول الاخرى، والتدخل ليس بتصريحات اعلامية او كلامية، ولكن التدخل في زعزعة امن واستقرار وسلامة الاوطان والشعوب العربية والاسلامية المختلفة. كيف ترى هذه الجزئية في كلمات السيد الرئيس؟ يعني شوفي حضرتك، النهاردة دلوقتي من لحظات كنا بنتكلم بالنسبة للنائب رئيس الأمريكي وبيتكلم في مجلس الأمن، بيتكلم كلام تهريج يعني. أنا ده واعي ده ولا إيه بالظبط؟ مش فاهم يعني. يعني ده عبث يعني. أنا ده هيطلعوا يضحكوا عليه يعني. حقوق إنسانية اللي بتتكلم عليها، بتتكلم في حقوق إنسانية يعني؟ أنت بتقول أنا هدافع عن إسرائيل وهضربها، طب ما قلتش ليه هدافع عن المسلمين اللي بيتحرقوا في بورما يعني؟ صحيح. اشمعنى دي ودي يعني؟ هو يعني اذا تبقى ازدواجيه المعايير والكيان والمكيالين هي الازمه والاشكاليه الكبيره. مش دماغي يعني، ده كلام خلاص بقى مرسل، لازم تجدد الخطاب بتاعك. ولذلك هم ليه يعني، هم من ضمن الحاجات اللي خلى الشعب الامريكي يختار ترامب ان هم زيهم من الناس اللي هي بتكرر نفس الكلام. بس للاسف واضح ان بس هو يبقى ايضا الخطاب يختلف عن النهج والاستراتيجيه العمليه للسياسه في الولايات المتحده الامريكيه. هتتغير بتغيير، هتلاقي هو بيقول حاجه والمؤسسه العسكريه في اتجاه والسياسه بتعمل حاجه ثالثه. يعني لهم يعني علاقات جميله مع مصر، هم لسه قاعدين يخربوا عندنا، مفيش فايده برضه. يعني ترامب بكلام معسول مع السيد الرئيس، وبعدين يقطع المعونه العسكريه. الله يا جماعه يعني، فخلاص احنا فهمناهم وهم الخسرانين مش احنا يعني. فهو موقف مصر بقى موقف قوي، ما بقاش موقف ضعيف. كان في حاجه ثانيه هو كان الرئيس قالها، ما اعرفش اذا كانت يعني فيما يتعلق بموضوع سد النهضة. احترام المواثيق والقوانين الدولية. لا هو ما قالهاش اعتباطا يعني. ده يعني هي إشارة ذكية. ما حدش قال حاجة، بس أنا عايز أقولها لهم. يعني هو
قالها لهم صراحة كده وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المعيار في هذا الموضوع يرجع للمبادرة المصرية سنة 99 اللي هي بتخضع للقانون الدولي اللي بيحكم القانون اللي بيحكم إيه بقى الأنهار العابرة للدول. يعني يا أثيوبيا لو حاولتوا تعملوا يمين أو شمال دلوقتي بعدين السد اشتغل ما اشتغلش لا تلومن إلا أنفسكم. هذه إشارة ذكية وواضحة وطبقا للقانون هو الراجل بس هو إشارة لعل رئيس وزراء أثيوبيا يفهم هذا الكلام لأن أنا أعتقد الناس فكر أن الموضوع عدى لأن الموضوع ما عداش لأنه لو يعني إحنا هو لا يريد أن الموضوع يتطور فكانت إشارة ذكية جدا 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 منه الحقيقة. يعني انتم ملف المياه يعني هو ملف حياة أو موت يعني فالقضية مصيرية وقضية أمن قومي وطلب في كلماتي بأهمية يعني احترام المواثيق والقوانين الدولية ومصر لا تمانع بأي حال من الأحوال فكرة التنمية في أي دولة ولكن ألا يعني تجور هذه التنمية على حقوق ما هي الشعب المبادرة المصري. ما هي المبادرة كانت على أساس أنه يكون هناك تعاون مشترك وتنمية مشتركة بحيث لا تضرني ولا ضرك. فما هو ياخد موقف أحادي الجانب مستغل الاضطراب اللي حاصل حدث في مصر وفكر العملية هتعدي أو أن في ناس هتسندك. لا اوعى ما ينفعش حضرتك. لا افهم كويس جدا ان مصر مش هتسيب حقها دي نسب مساله حياه وموت. كون احنا بنتكلم باسلوب دبلوماسي او راقي ده لا يعني ضعف ولكن حذاري حذاري ودي كانت حقيقي كلمة في منتهى الذكاء من الرئيس السيسي. طيب الأمم المتحدة كهيكل أو كهيئة أو كمؤسسة كيف ترى يعني دورها وهل هي في عداد المفقودين يعني كلمات فقط يعني تقال على منصة الأمم المتحدة ولكن على أرض الواقع هي لا تدافع عن يعني حقوق المظلومين أو المقهورين في الأرض لدرجة أن البعض يعني بيحلو له أن يسمي الأمم المتحدة بالأمم المتحدة الأمريكية لأنها يعني تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو يعني تنفذ ما تمليه عليه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني خلينا نقول الأمم المتحدة نموذج مكبر لجامعة الدول العربية يعني ما رحناش بعيد يعني فده بينطبق زي ده. الحقيقة لو احنا بصينا للتاريخ بتاعها يعني من ساعة ما أنشئت كان فيها نوع من عدم العدالة يعني اللي هم قال لك في خمسة هم اللي في حقهم يعملوا اللي هم عايزينه خمس دول مهما كان الخطأ يعني فأنتم من أول ما ولدت هذه المنظمة وهي فكرة إنشائها يعني فكرة ظالمة يعني من أولها وبعدين بعد كده مين اللي كان بيدفع نفقات الأمم المتحدة طبعا أمريكا هي بتدفع الجزء الأكبر وبالتالي لها كلمة فهو أعتقد أن منظمة الأمم المتحدة هو بس مجرد تجميل لما يحدث إنما هو يعني هي منظمة فاشلة بكل المعاني يقتصر دورها على دور إنساني بحت أو حفظ السلام وبرضو يعني حضرتك في حدود يعني إنما غير كده لا أنا مش شايف في حدود غير مؤثرة يعني لا غير مؤثر يعني أنا النهاردة ما إسرائيل انتهكت 100,000 قرار هو عمل بتعملوا معاه إيه ولا حاجة فلا يعني هو اذا كنت انت فعلا عايز ويخرج نائب الرئيس الامريكي يتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في دول اخرى ولكن غير اسرائيل هو طبعا انا لو اجيب لك يعني حضرتك انت السنه اللي فاتت بس حضرتك لو تدخلي على الانترنت وتطلعي انتهاكات حقوق الانسان من ضباط الشرطه الامريكيين والمظاهرات اللي حدثت ودي كلنا احنا عارفينها وشفناها هو انسان ايه اللي بتتكلم عنه هو إنسان إيه اللي بتتكلم عنه؟ صور وفيديوهات متداولة يعني متناول للجميع يعني يمكن أن يطلع عليها يعني الناس صحيح بتنزل صحيح تكسر في الشوارع كده لله يعني ودي أمريكا مش هنقول بقى دولة عالم ثالث لا الناس نازلة بتكسر في الشوارع بتعبر عن الغضب ليه لأن في إذن الولايات المتحدة الأمريكية تسوق الأكاذيب والأوهام بأنها يعني الراعية الأولى لحقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى لا هي يعني يعني بس أعتقد إن معظم الدول الآن حقيقة بدأت تدرك إن ده أصبح فيلم أمريكي هابط وما بقاش لابد أن أمريكا تغير الخطاب ده وأن أبدأ أمريكا عشان يكون لها مصداقية أنها تتعامل بصدق
ومصدق، والا سياسه المكيالين دي مش هتستمر كثيرا. واعتقد ان ده انعكس على يعني مدى فعاليه وتاثير الدور الامريكي في الازمات والقضايا والملفات المختلفه، يعني ظهرت دول وقوى اقليميه ودوليه اخرى بقوه على السطح وعلى الساحه فاعله ومؤثره في القضايا والملفات، ربما يعني بشكل ندي او بالتوازي مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن في السابق كانت امريكا فقط تنفرد بالملف من باب. لا، هو في بوتين دلوقتي روسيا الحقيقه وقفلهم وقفة جامدة جدا، ويعني هو كانت الأول فعلا هم كانوا انفردوا لفترة معينة، ولكن الدب الروسي زي ما بيقولوا رجع تاني، وده المصلحة، لأن ما ينفعش يكون في عندي أنا لازم يكون في قطبين عشان يبقى في نوع من التوازن على المستوى السياسي والاستراتيجي على مستوى العالم يعني. فأتمنى أن الأمور تكون الأحسن، إنما أنا بعتقد أن بلا منازع أن خطاب الرئيس السيسي الأمس كان أكثر من رائع، عرض مشاكل وحلولها، أكد زعامة مصر سواء رضي أو مرضيش، أكد أن مصر دولة محورية ودولة عظمى في إقليمية عظمى، بالرغم من مشاكل اللي احنا بنعانيها، بالرغم من كل الكلام ده كله، احنا ما زلنا مصر هي الأساس. على الرغم من محاولات البعض يعني تهميش او عزل مصر خاصه بعد 30 يونيو، ولكن يعني مصر اكدت واثبتت بانه يعني لا مجال للمشاركه في اي ملف او اي ازمه دون الدور المحوري لمصر. اكيد طبعا، اكيد طبعا. انا بعتقد يعني ان يعني عوده مصر بهذه السرعه يعني حقيقي، وتحديث الجيش وانتشار والتطوير اللي حصل في المؤسسة العسكرية للدفاع عن مصر، وعودة الدبلوماسية الإفريقية وعودة مصر على الساحة حقيقي رجعت لنا حاجات كتيرة كنا بنفتقدها لسنوات عديدة. ده بيثبت فعلا أن مصر رجع تاني وبترجع كل يوم. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق في كلماته أو في بيانه أو خطابه الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسلمي الروهينجا وللاضطهاد الواسع اللي بيتعرضوا له وحملة الإبادة الجماعية، وطلب المجتمع الدولي بأكمله بأن يتحمل مسؤولياته تجاه أقلية الروهينجا. كيف ترى هذه الكلمات والرابط بينها وبين ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين؟ يعني أيضا في المقابل نجد أن هناك ممارسات إسرائيلية قمعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل دون أن يتحرك يعني للعالم أي ساكن أو يكون له أي يعني رد فعل حقيقي وقوي على هذه التصرفات. شوفي حضرتك، يعني إحنا مصر زي ما قلنا إحنا سياستها واضحة وصريحة فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا. طبعا يعني كل العالم كله شاهد ما يحدث في الأقلية المسلمة، ولم يحرك أحد ساكنا حقيقي، كان حاجة يعني فضيحة. يعني أنا في اعتقادي الخاص أنه هو من خلال هذا المنبر أنه بيدعو المجتمع الدولي يأخذ مسؤوليته. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لابد أن يكون هناك ضغط على رئيسة الوزراء اللي هي للأسف الشديد أخذت جائزة نوبل في السلام. أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك دور للدول العربية في هذا الموضوع، دول الإسلامية، بس مش اسم ورق حبر على ورق، يعني لابد أن يكون هناك، يعني احنا بنتكلم من خلال ممبر الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن يعني عدد قليل جدا من الرؤساء ذكروا هذا الموضوع، فكانت لفتة يعني غير عادية من الرئيس السيسي ان هو يعرض هذا الملف. ولكن مصر في هذا الموضوع لا تملك الا انها تدعو المجتمع الدولي، تطالب بعقوبات، او انها تحشد تأييد الدول الإسلامية او الدول العربية لفرض عقوبات حتى أحادية الجانب، مش شرط المجتمع الدولي، لإنقاذ هؤلاء الأقلية المسلمة هناك. طيب أخيرا، يعني إذا أردت أن تلخص الحضور المصري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبيان وخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمات قليلة، ماذا تقول؟ هو أنا في اعتقادي أن حرص الرئيس السيسي من ساعة يعني أن هو يروح دايما اجتماعات الجمعية العامة الافتتاحية بتاعتها كل سنة، ده في حد ذاته
يعني أعتقد أن ده ذكاء دبلوماسي لأنه بيؤكد حضور مصر على أعلى مستوى. في السابق ساعات كان بيحصل ساعات ما كانش بيحصل. لا تأكيده أنه هو يحرص أنه كل سنة أنه يروح ده أعتقد يعني أدت وضع وأهمية كبرى لمصر أن على مستوى رئيس الدولة أنه هو بنفسه بيحضر هذا الاجتماع ادته يعني نوع من البريق شوية أو أن مصر حاضرة بقوة في هذا الموضوع على مستوى نمرة واحد في الدولة. ما جاء في خطاب الرئيس حقيقي كان يعني عايز أقول إيه أنت كان طلقات يعني 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 حاجات كده يعني الواحد مش مصدق ان هو بيسمعها في خطاب حقيقي. لا انا والله ما مجامله يعني انا الواحد بيسمع صحيح. كتير يعني لا كان هو فعلا يعني عرض مشكلات وعرض حلولها ووضح حاجات يعني من اقوى الخطاب او الكلمات اللي قالها الرئيس السيسي على مدار 3 سنين. أنا بشكرك في النهاية جزيل الشكر دكتور محمد حسام الدين عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شرفتنا ونورتنا. شكرا. أشكرك والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وما زالت متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار، فكونوا دائما معنا.